نشكر الدكتور فيصل بصلي، لكن في ملاحظة، هو كان في دكتور للقانون الدستوري لكن اعتذر وقت ضيق فما حد حب حد ولكن مع رئيس الحركة الديمقراطية المدنية طارق الطيري يعطينا مقدمة عن مشروع الحركة في التعديلات الدستورية فليتفضل مشكورا. أولا أرحب بالدكتور اللي شرف اليوم بهذه الإضافة على هذه التعادية اللي بمنطقة حدث. الأمر الآخر أرحب بالضيوف الكرام وسواء موجودين أو اللي من خلال اليوتيوب. بشكل مختصر حتى لا نطيل عليكم لأن أصلا تأخرنا في البداية. عندنا في الموضوع السياسي، مشروع الحركة السياسي، عندنا جانبين رئيسيين نبي نتكلم عنهم بشكل موجز. الجانب الأول هو لماذا قدمت الحركة الديمقراطية المدنية هذا المشروع، وما هي الآليات التي اتبعتها قبل تقديم هذا المشروع، وما هي الخطوات التي قدمتها مثل ما تفضل الدكتور أنها كانت في مرحلة مبكرة ثم وصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة من المطالبة بالإصلاح السياسي. الجانب الآخر وهو الجانب اللي راح تتفضل فيه الأستاذة شيماء العسيري بعد قليل عن الشرح التفصيلي للمشروع، ويعني أيضا سيكون بشكل مفصل مراحل المشروع اللي راح تكون ثلاث مراحل رئيسية قانونية ودستورية. بالنسبة للمنظور السياسي اللي دعا الحركة الديمقراطية المدنية إلى تقريبا سنتين وهي طرحت هذا المشروع، في شهر 2 سنة 2012 قدمت الحركة الديمقراطية المدنية مشروعها الإصلاح السياسي الذي سترون اليوم هو نفسه، لكن مع بعض الخطوات التي قامت بها الحركة الديمقراطية المدنية وباختصار هي التالي. أولا، الحركة الديمقراطية المدنية درست الواقع السياسي والواقع الانتخابي وتوصلت إلى ست إشكاليات رئيسية تجعل من قبول التغيير السياسي مشكلة أو يمكن يكون غير مقبول عند كثير من قطاعات المجتمع. ولو تلاحظون أن قبل سنتين كانت مسألة الحكومة المنتخبة مسألة ما هي حيل يعني مطالب فيها، ولا وتعتبر فترة السنتين فترة يعني جدا قصيرة في تبني قناعة مثل هذه القناعة الكبيرة في التحول السياسي على مستوى النظام السياسي الكامل. لكن ما كان هذا القطع الشوط الكبير خلال هذه المدة القصيرة إلا من خلال دراسة تحليلية للواقع السياسي الكويتي والخروج بست إشكاليات توصلت لها الحركة الديمقراطية المدنية في دراسة أعدها المكتب السياسي في الحركة، وهذه الإشكاليات تتمثل في مخاوف مشروعة عند قطاعات كثيرة من المجتمع. من الأشياء اللي أو من الأشياء التي تطرح من قبل الجمهور والشعب الكويتي ومن التخوفات المشروعة، يقولون مثلا كيف إذا سيطرت قبيلة واحدة أو قبيلتين أو مجموعة من القبائل على الحكومة وحطت ربعها وكذا. من في إشكالية أخرى تقول ما هو مصير الفئات القليلة والأقليات أو الأقلية الطائفية أو الأقلية الفئوية أو الأقلية القبلية، ما هي مصيرها في هذا التحول السياسي. إشكالية ثانية تقول هل نحن قادرين على إنشاء أحزاب حقيقية غير مصنفة قبليا أو فئويا أو طائفيا. الإشكالية الرابعة تقول هل يسيطر طيف سياسي معين إسلاميين ولا ليبراليين ولا على البرلمان، فثم تتحول الكويت إلى وجهة اقتصادية معينة أو منظور يعني أيديولوجي معين. فالناس تسألها بأشكال بسيطة، لاحظنا الناس تقول لك لا القبيلة الفلانية تبغى تسيطر، إنزين إحنا شنو مصيرنا يا الطائفة الفلانية، إنزين إحنا يا التيار الفلاني شنو مصيرنا. فست إشكاليات، وهذه الإشكاليات مشروعة جدا ومخاوف مشروعة. ولذلك من دراسة هذا الواقع ومن دراسة النظرة السياسية والتاريخ الدستوري والممارسات السلطة توصلنا إلى وجود مخرج من الأزمة. إما نستسلم لهذا الواقع ونقول لا لا لا، ما نبي قبيلة تسيطر، ما نبي طائفة تسيطر، ما نبي فئة تسيطر، ما نبي تيار سياسي يسيطر وحده ونقعد، وهي المخاوف اللي تفضل فيها الدكتور أيضا قبل قليل واللي تشوفونها واللي تستخدمها السلطة، وهي استخدام الفئوية والطائفية والقبلية لجعل كل طرف يتخوف من التقدم
مخافة أن الطرف الثاني يسيطر. فإما نقف أمام هذه المخاوف أو أننا نحاول أن نطرح طريقا لحلها. فأفضلنا طبعا الطريق الآخر وهو وضع خطوات لحل هذه المشكلة. وجدنا أن الخطوات أو أن طريق الحل يتمثل في طريقين رئيسيين. الطريق الرئيسي الأول هو النظام الانتخابي. النظام الانتخابي في الكويت مر بعدة صور، من 10 دوائر وقوائم في بداية التأسيسي، ثم النتائج ما كانت تعجب السلطة وحلت البرلمان وعلق وزورت انتخابات، ثم تحولت إلى 22 دائرة وزعتهم قبليا وفئويا، ثم تحولت إلى 4 و5 دوائر وهي لجنة، بالمناسبة هي لجنة وزارية التي قدمت المقترح وقسمت هذا التقسيم، قبيلتين هني وقبيلتين هني وطائفة هني، ثم إلى نظام الصوت الواحد، ثم إلى برلمان موجود الآن سيخرج نظام أيضا انتخابي ينسجم مع تطلعات السلطة وغايات السلطة. فالنظام الانتخابي هو الذي أثر على السلوك الانتخابي والوعي السياسي مثل ما تفضل الدكتور قبل قليل، ومثل ما أنت تلاحظون وتمارسون من خلال العمليات الانتخابية. إذن يجب أن نحل هذا النظام الانتخابي. المسألة الثانية هي مسألة دستورية. قبل 2 أو 3 أيام كانت في ندوة ويعني في الجهرة، وقال الدكتور فيصل مسلم عبارة مفيدة، قال إن عبد الله السالم لما قدم الدستور عطى الدستور لأسباب موضوعية مثل ما تفضل تو الدكتور الخطيب، ولظرف سياسي معين وإقليمي معين، يقول الدكتور فيصل خذ أضعافه في هذا الدستور، عطى الشعب بعض الأمور وخذ بعض الأمور، وهذا مما شكل المزيج المشوه للعملية السياسية. إذن إحنا عندنا مشكلة في الدستور، هو دستور غير ديمقراطي، هو دستور هجين، هو ليس عشيرة وليس ديمقراطية، هو ليس رئاسي وليس برلماني، وبالتالي هذه المشكلة يجب أن تحل أيضا. إذن إحنا نريد أن نحل جزئين رئيسيين، النظام الانتخابي والنظام الدستوري. طبعا في نظم كثيرة مطروحة على الساحة، الحين الأستاذ شيماء ما راح تتفضل في شرح شنو النظام الانتخابي اللي توصلنا له، لكن في سبيل نقل المجتمع وإقناعه بهذا تقدمت الحركة الديمقراطية المدنية بعدة خطوات رئيسية. ماذا فعلت الحركة الديمقراطية المدنية خلال الأشهر أو السنة ونص سنتين حتى يكون هذا الأمر على مائدة الحوار السياسي والمطالبات السياسية للقوى السياسية وللشعب بشكل كبير جدا؟ الحركة الديمقراطية المدنية في شهر 6 الماضي قامت ندوة في ساحة الإرادة وشرحت هذا المشروع، وقالت بشكل مختصر، وقالت الحكومة الطريق نحو الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة. في جميع البيانات السابقة التي تعلق على الأحداث السياسية في الكويت تحيل الحركة الديمقراطية المدنية إلى أن أص الخلل هو أص الخلل الإداري بالدرجة الأولى، مش فساد مالي وسرقة فقط، إلا أنه يرتكز على مشكلة سياسية أصلا، وبالتالي لابد من حل المشكلة الإدارية بمشروع إصلاح سياسي. الحركة الديمقراطية المدنية أيضا تقدمت بهذا المشروع إلى القوى السياسية في تاريخ 3/9 الماضي عن طريق ائتلاف المعارضة، وتقدمت بهذا المشروع كاملا يحوي الجزئين، الجزء التشريعي والقانوني والجزء الدستوري. ولذلك هذه الخطوات التي نحن اليوم في جزء منها هي في إطار التحول نحو إقناع المجتمع ورفع الوعي السياسي نحو تقبل الحكومة المنتخبة والنظام البرلماني الكامل. النظام البرلماني اللي احنا نتكلم عنه، أتمنى شيماء تكون جاهزة. النظام البرلماني ينقسم إلى 3 أقسام رئيسية. القسم الرئيسي الأول هو البيئة الانتخابية، القسم الرئيسي الثاني هو النظام الدستوري أو التعديلات الدستورية. الحركة الديمقراطية المدنية تقدمت في البيئة الانتخابية ب4 عناصر رئيسية: تعديل مادة 81، قانون نظام الانتخابي، قانون للأحزاب، قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، وجميع هذه القوانين تم إعدادها في الفريق القانوني في الحركة بالكامل بجميع موادها ومذكراتها التفسيرية لكل القوانين. أيضا في الجانب الدستوري الحركة الديمقراطية المدنية ناقشت ووضعت عدة معايير للتعديلات الدستورية. هذه المعايير خلصت إلى استنتاج 23 مادة دستورية
معدلة ووضعت الحركة الديمقراطية المدنية المادة الدستورية والتعديل المستوجب لها، وكلها في الإطار السياسي منع الاختلافات الأيديولوجية أو القناعات الخاصة والاختلافات في المنظور الاقتصادي أو المنظور الاجتماعي أو الحقوق ومقومات المجتمع، ابتعدت عنها واقتصرت الحركة الديمقراطية على الجانب الدستوري المتعلق في الإطار السياسي ولم تتعدى لغيره، حتى لا يكون هناك خلاف بين المتنوعين السياسي، إسلاميين، ليبراليين، يسار، سنة، شيعة، بدو، حضر، كل المكونات يجب أن تبتعد عن الاختلافات الأيديولوجية والثقافية والاقتصادية ووجهات النظر الاقتصادية المعينة والاتفاق على أس المشكلة وهو المشكلة الإدارية والإطار السياسي، وبالتالي التعديلات التي تقترحها الحركة هي في هذا الإطار. بين هالمرحلتين في مرحلة انتقالية تتمثل في مادة واحدة وهي مادة 174 وهي المادة المتعلقة بإجراء التعديلات الدستورية والتنقيح الدستوري، والحركة الديمقراطية المدنية منذ إعلانها في اليوم الأول وفي إعلان مشروعها قبل سنتين دعت بشكل واضح إلى تبني آلية استفتاء العام لاستحداث لإجراء أي تعديلات دستورية، والاستفتاء العام اللي نتكلم عنه استفتاء ينبني على مادة دستورية هي المادة 174، وللمادة هذه الدستورية مقدمات ولها أيضا ضمانات تم وضعها في المشروع السياسي. باختصار أرجو أن يعني الآن يعني تتمهلون معنا إلى أن تشرح الأستاذة شيماء المشروع السياسي بالتفصيل والقوانين المقدمة والمواد التي نطرحها في هذا التعديل، وشكرا لكم.